احنا من الصباح يعني مثل ما يقولوا من بدري موجودين هنا على خط البدايه. راح نقوم الان بتوزيع الحكام على النقاط لمراقبه السباق، وان شاء الله ان يكون سباق ناجح بمعنى الكلمه باذن الله. مشاركين هذه السنه في اريدو في 10 كيلو، مستانسين ان عادت لنا سباق اريدو بعد انقطاع السنه، واريدو له ذكريات حلوه جميله، اكبر سباقات في قطر عندنا في ماراثون. السنه هذه مشاركين الشباب من ذوي الاعاقه ثلاثه تقريبا، والجمعه حلوه صراحه. الاجواء حماسيه، احنا وايد فرحانين من بعد كان اريدو ماراثون السنه اللي فاتت كان افتراضي، والحمد لله رجعنا بمضمار هالسنه وقعدنا نشارك مع اعداد كبيره. سجلنا الجو كان غير مناسب، بس احنا بس الاجواء الموجوده وعدد الناس المشاركين كان حافز كبير مشجعنا على الجري مهما كانت الاجواء. طب ان شاء الله اليوم مشاركين في سباق اريدو ماراثون اريدو السنوي، طبعا احنا كنا ننتظره بعد تاجيله كذا مره، الحمد لله تم يعني قامت الفعاليه، وان شاء الله اليوم نأدي قد ما نقدر بطريقه يعني ان شاء الله تعجب الجميع، والله يوفق الجميع. نشكر لجنة المنظمة لسباق أريدو، معاكم إبراهيم منصوري، مشارك اليوم إن شاء الله 21 كيلو بإذن الله ما حد يتعداني، وأشجع كل اللي يخف قدامي أوصل إلى خط النهاية، نوصل سالمين كلنا بإذن الله. أول شيء الله يحييكم ومرحبا بكم، ومشكورين صراحة الجماعة في أريدو وبالتعاون مع الاتحاد القطري على تنظيم الفعالية هذه، لأنه صراحة شيء ممتاز وشيء يطور الفكر والوعي عند الشباب القطري والمقيمين في البلد. فأنا حاليا مشارك اليوم في 10 كيلو، إن شاء الله أتطلع للمراكز العشرة الأولى بإذن الله، والله يوفقني ويوفق الجميع إن شاء الله. والله بالنسبة للمشاركة 21 كيلو، وأنا أمارس الرياضة ونحاول نستمر يعني إن شاء الله تعالى. السلام عليكم، شارك ان شاء الله 42 كيلو، نسعى ان شاء الله نجيب المراكز المتقدمه وننافس مع الجميع ان شاء الله. الله يوفقنا، الله يوفق الجميع، سوبر اكسايتد، اي هاف تو جو، سيت جو. ان شاء الله يس، جاهزه بعد الاحماء العظيم اللي سووه حنا فريق الاحماء في اريدو. It was so amazing. إن شاء الله جاهزة. هاي ثاني مشاركة لي، أول مشاركة لي فول ماراثون. إن شاء الله يعني نخلص قبل الوقت وبصحة وقوة وعافية، هاي أهم شيء. أنا طبعًا أول شيء صباح الخير على الجميع، أنا مشارك طبعًا في ماراثون يريدو لمسافة 42 كيلو، وإن شاء الله يعني نستمتع في هذه الأجواء الجميلة. الحمد لله أجواء ممتعة بصراحة، الجو كان طيب، في شوية ريح، لكن بصراحة الأتموسفير كلها روعة، التنظيم كان روعة. It's a lovely race. يعطيكم الصحة ويعطيكم ألف عافية. شاركت في فئة العشرة كيلو، الحمد لله حصلت على المركز الأول على فئة القطريين. السباق كان جميل وتنظيم صراحة كان ممتاز، أشكر أريدو والقائمين على هذه الفعالية. سلامة الغذاء عنصر أساسي في منظومة الأمن الغذائي في قطر، لذا تعمل الجهات المختصة على تفعيل العديد من التدابير للحفاظ على سلامة الإنسان وتعزيز وعي المجتمع بالممارسات الغذائية السليمة بجولات تفتيشية يقوم بها أطباء ومفتشون قسموا إلى مجموعات عمل لتغطية مختلف الأوقات. جولات تفقدية صباحية وأخرى مسائية حققت الآتي: توفير الحماية للمستهلك، الوقوف على جودة المنتج المحلي، التأكد من توافر الاشتراطات الصحية لجميع المنشآت الغذائية، اتباع إجراءات التخزين والعرض السليمة، التأكد من فترات الصلاحية للمنتج، مدى مطابقة المنتج للمواصفات القياسية، سحب الغذاء غير المطابق للاشتراطات الفنية المعتمدة، توجيه العاملين لضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية، تشغيل وتطوير مختبرات لفحص وتحليل عينات المواد الغذائية.
قطر تحتل المرتبة الأولى في المنطقة والثالث عشر عالمياً من حيث توفر الغذاء وجودته، وتطلع إدارة سلامة الغذاء بدور مؤثر في تنفيذ السياسة الصحية في كل ما يتصل بسلامة الغذاء بموجب القانون رقم 8 لسنة 90 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. لأول مرة في الساحة الثقافية، وزارة الثقافة تطلق حدثاً يحمل عنوان موسم الندوات، يبدأ في 17 من مارس الجاري ويستمر على مدى أسبوعين بالشراكة مع جامعة قطر والمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. سينطلق الموسم بثمان فعاليات حرصت الوزارة على أن تشمل موضوعاتها قضايا فكرية تتعلق بالتراث والحاضر وبما يعزز هوية المجتمع، وذلك بمشاركة أكثر من 30 باحثاً وأستاذاً جامعياً وعدداً من المتخصصين والإعلاميين. ويهدف موسم الندوات إلى نشر ثقافة التنوع ومنح نخبة المجتمع من المفكرين والمثقفين والخريجين فرص تعزيز البيئة الفكرية، إضافة إلى تحقيق رؤية الوزارة بمنح الثقافة دورها الجوهري في حماية هوية المجتمع والحرص على تقدمه. تشهد المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا النسخة السادسة من مهرجان محاصيل، والذي يستعرض جودة وتميز المنتجات المحلية من الصناعة الغذائية والخضروات الطازجة التي يتم إنتاجها وقطافها يومياً من المزارع القطرية. ويعد مهرجان محاصيل منصة ترويجية مهمة تهدف إلى دعم وتعزيز ثقافة استهلاك المنتج الزراعي والغذائي المحلي الذي يوفر أعلى مواصفات الجودة والتنافسية، كما يسعى المهرجان إلى زيادة الإنتاج المحلي دعماً لجهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي. وتميزت نسخة هذا العام من المهرجان بالتنوع الواسع للمنتجات، حيث انضمت لهذه النسخة أكثر من 38 جهة متخصصة في الصناعة الغذائية والإنتاج الزراعي. ويتواصل مهرجان محاصيل كل خميس وجمعة وسبت من كل أسبوع حتى 15 من مايو القادم من 9 صباحاً وحتى 9 مساءً. أهداف سامية ومساعي متواصلة تجاوزت الحدود الجغرافية، جهود تكللت بالنجاح وشباب أثبت جدارته وريادته في مجالات العمل الاجتماعي والتنموي والإغاثي على الصعيدين المحلي والدولي، وعلى الدرب ماضون قدماً لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، شعارهم نفوس آمنة وكرامة مصونة. هؤلاء هم شباب الهلال الأحمر. ما حققه الهلال الأحمر من إنجازات متتالية منذ بداية السنة الجارية تم بفضل التضافر والتلاحم الذي أظهرته كل القطاعات المكونة للهلال، مما دعم قدرات المؤسسة ووحد أهدافها الرامية للعطاء ومساعدة المحتاجين بالدرجة الأولى. ولأن الكادر البشري جزء مهم في مواصلة مشوار العطاء، فقد استعان الهلال بكفاءات وقدرات بشرية على درجة عالية من التأهيل، وفر لهم العديد من الدورات التدريبية لتعزيز معارفهم وتطويرها بما يواكب التقدم التكنولوجي والعلمي. كما أثبتت الأزمات الدور الهام للمتطوعين الذين سهروا على راحة وخدمة المتواجدين في مراكز العزل والحجر الصحي، واطلعوا بمهام الإرشاد والتوجيه للمتسوقين في المجمعات الاستهلاكية خلال جائحة كورونا. كما أدى الهلال الأحمر دوراً أساسياً خلال الأزمات والكوارث الإنسانية التي توالت منذ بداية عام 2020 والتي زادت من معاناة ضحايا الكوارث والنزاعات القائمة، فقد ضافت إليهم الآلاف أو ربما الملايين من الضحايا الجدد من المتضررين من جائحة كوفيد-19 وكارثة الفيضانات في السودان وكارثة انفجار مرفأ بيروت وغير ذلك من الحالات الطارئة التي شردت الأسر الآمنة ودمرت البيوت والمرافق وأسباب الرزق.
الهلال الأحمر قام بالعديد من الحملات وجمع التبرعات، ولعل آخرها كان موسم حملة الشتاء الدافئ السنوية لعام 2020-2021 تحت شعار كرمك يصون كرامتهم. كل هذه الإنجازات ليست بغريبة على الهلال الأحمر القطري، وهذا العمل الدؤوب هو رسالة للعالم بأن الخير يجمعنا والإنسانية توحدنا. الوقاية خير من العلاج، ومن أهم طرق الوقاية من الأمراض والفيروسات هي اللقاحات. لذلك تسعى وزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية في دولة قطر إلى إطلاق حملات التطعيم للأمراض الموسمية والفيروسات، حيث تتاح التطعيمات المجانية في كافة المراكز الصحية التابعة لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية والعيادات الخارجية بمؤسسة حمد الطبية وفي العيادات الخاصة وشبه الخاصة إلى جانب المستشفيات الموزعة في البلاد. وخلال جائحة كورونا كانت دولة قطر من الدول السباقة في تقديم اللقاح لجميع أفراد المجتمع على حد سواء للجرعتين الأولى والثانية، كما شجعت وزارة الصحة العامة المواطنين والمقيمين على تلقي الجرعة الثالثة من اللقاح، وعلى وجه الخصوص لأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن. صحتنا مسؤولية مشتركة تقع على عاتق كل فرد من أفراد هذا المجتمع، وتلقي التطعيمات من شأنه أن يحمي الجميع من خطر الأمراض والفيروسات. اليوم هذا مهم ليس فقط للمرأة ولكن لدولة قطر، مثل ما شفنا في المنتدى دولة قطر هي من اقترح هذه المبادرة للاحتفاء بالقاضي المرأة في 10 مارس، والعالم اليوم كله يحتفي بمبادرة قطر، فمبروك حقيقة، نبارك لدولة قطر هذه النجاحات وهذه التميزات اللي تحققها دولياً. هذه تعتبر فرصة للكفاءات من النساء لدخول السلك القضائي، ليس فقط لتحقيق التوازن الجنساني في كافة مؤسسات الدولة، ولكن أيضا لإعطاء الفرص للجميع للعمل في المهن المختلفة اللي تخدم في النهاية التنمية المجتمعية عندنا. لم تكن لتصل ما وصلت إليه اليوم السيدة القطرية لولا الإرادة السياسية الداعمة، وأيضاً وجود الدعم من الرجل في الحقيقة، بما أن نحن نحتفي باليوم العالمي للمرأة، الرجل هو الأب، هو الزوج، هو الأخ، هو الزميل، هو اللي ممكن أيضاً يكون له مساهمة في دعم المرأة. فأعتقد أن النساء اليوم يفترض أن تحتفي بيومها العالمي وبدعم الرجل لها للوصول لتحقيق أهدافها. تجربتي كأول قاضي امرأة في دولة قطر عينت وفقا للمرسوم الأميري لسنة 2010، ويعتبر هذا طبعا شرف كبير لي. فهذا المحور يعني أتكلم فيه عن التحديات والأهداف وعن التجربة بصفة عامة. لله الحمد تم تعيين أول قاضية قطرية، ومن بعدها تسلسلت القضاة القطريات، ولله الحمد أثبتنا وجودنا، أثبتنا مكانتنا في السلك القضائي، من قدرة، من كفاءة. الهدف من هذا التجمع هو تبادل ثقافي وبنفس الوقت تبادل خبرات. تجمع الفنانين في هذا المكان المميز حقيقة يعطي الفنان خبرة ويعطيه حافز بأنه يشتغل كثير في هذا الموضوع. كثير من الفنانين يشتغلون بورتريه، في بعض الفنانين يشتغلون طبيعة، في بعض الفنانين يشتغلون ستيل لايف. هذا كله بيعطينا حافز على أن الواحد ينوع من شغله وإنجازاته.
بالنسبة لأي رسام هو إنه يقضي إجازته ووقته بشغلة هو كتير بيحبها، وخاصة مع ناس يعني بيقدروا وبيهتموا كتير بهذا المجال، فهذا إشي كتير محفز وإشي كتير حلو إنه الواحد يعني يشارك بهيك فعاليات. بالنسبة لي هي تجربة كتير حلوة إنه الواحد يشارك مع رسامين من ثقافات مختلفة، يعني بأسلوب رسم مختلف، كل شخص بيرسم بأسلوب معين، فهذا الشيء بيخلينا إحنا إنه نستفيد من بعض بغض النظر عن مستوياتنا، بغض النظر عن كل شخص يعني من أي مكان هو بيجي، فإحنا كلنا هيك بنتبادل ثقافات وبنتبادل بنتبادل يعني هاي الموهبة. كمان أنا يعني متعودة كنت إني أنا أرسم لحالي، بس هذا بالنسبة لي إشي جديد وكتير حلو بصراحة، كتير استفدت وكتير يعني عم بنفيد وعم نستفيد بنفس الوقت. الأجواء الموجودة في تجمع الفنانين جدا محفزة للفنان اللي المتمرس والفنان اللي يحب الرسم ومو بعرف يعني شلون يطور نفسه أو يحتاج إنه هو يطور نفسه، وأنا شخصيا واحدة منهم. أحب الرسم وايد وأرسم في البيت، بس دائما يعني أرسم بروحي. لما جيت تجمع الفنانين جاتني الفرصة إن أنا أسأل اللي أحسن مني وأخذ منهم نصايح. اللي يميز الفعالية وجود فنانين يرتقوا لمستوى العالمي يعني، وفنانين مستواهم أقل، ففرصة قوية إنه الفنان يستفيد من الفنان اللي على مستوى عالي. خلف أبواب مبنى المجمع الرياضي في جامعة قطر ينتظم المعرض المصاحب لأسبوع الذكاء الاصطناعي، حيث يقدم المشاركون من الطلاب ومن النادي العلمي وغيره من الجهات ما طوروه من حلول ووسائل رقمية. حاولنا أنه نحن نخلي للمجتمع وفئة الشباب خاصة، فئة طلاب الجامعات من كافة الجامعات وحتى طلاب المدارس مدعوين لهذا المعرض، هي دعوة عامة للجميع في المجتمع عشان احنا نسمو فئة الشباب في هذا المجتمع عن طريق يعني ادخال الذكاء الاصطناعي. في شرائح في اللعيبة او في الكرة وفي زي اللعيبة، ايضا في السكانرز اللي تشوفونها حول الملعب. تنظيم دولة قطر لكأس العالم 2022 ألهم هذا الشاب أن يبتكر منظومة إلكترونية تمكن مدربي كرة القدم من الحصول على معلومات حيوية لتطوير خططهم ومهارات لاعبيهم، وتساعد الحكام في تحديد حالات التسلل وغيرها من المخالفات. اختراع أوباس اللي هو أول منظومة تخص كرة القدم تستخدم التقنيات الحديثة نفس الألترا وايت باند وشرايح تثبت على الكرة وأيضا زي اللعيبة ليتم تتبع تحركاتهم على أرضية الملعب، ومن خلالها راح نكشف أي حالة تسلل ونساعد الحكام عن طريق تنبيه الحكم بإرسال تنبيهات أوتوماتيكية للساعة، أيضا تحلل أداء اللاعبين وقت المباراة والإصابات في حال حدوثها. إضافة إلى المعرض، يمكن لزوار أسبوع الذكاء الاصطناعي أن يستفيدوا مما يقدم خلال الندوات، سواء المباشرة منها أو التي يقدم فيها المحاضر آخر ما توصل إليه العلم في هذا المجال عبر وسائل التواصل.